تسأل هذه المستمعة جزاكم الله خيرا عن الإيمان بالنشرات الجوية والتصديق بما يذكر عن حالات الطقس، مع أنه يقال في كثير من الأحيان بإذن الله سيكون كذا أو لا يكون كذا. النشرات الجوية التي هي من باب التوقع فقط وليست من باب الجزم لا بأس بها، ينظر في علامات الجو ويتوقع أنه سيحصل كذا وكذا من باب التوقع فقط لا من باب الجزم، هذا لا بأس به. أما إذا كان من باب الجزم والإخبار أنه سيقع كذا وكذا من باب الجزم فهذا لا يجوز، وهو من ادعاء علم الغيب ولا يجوز التصديق به، لأنه من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.